المتفوقين بكل مؤسساتها، مؤسساتها ذات الاستقطاب المفتوح الكليات، وكذلك مؤسسات الاستقطاب المحدود أي المعاهد والمدارس والمدارس العليا. واليوم تفضل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتفضل يترأس اليوم معنا هذا الحفل البهيج بحضور السيد العامل والسلطات المحلية وكذلك مجموعة من الفاعلين السوسيو اقتصاديين مؤسسات الحكومية ومجموعة كذلك من الرؤساء ديال المجالس الترابية وكذا الدبلوماسيين سفراء اللي جاوا يحضروا كذلك على التتويج ديال الطلبة الأجانب اللي يتابعوا الدراسة ديالهم بجامعة بنو طفيل واللي هما في الحقيقة عدد مهم. هو عرس كذلك يحضره السيدات والسادة الأساتذة والسيدات والسادة الإداريين اللي في الحقيقة هم اللي مورا هذا النجاح ديال الطلبة واللي هما أطرهم ووكبهم حتى وصلنا لهذه اللحظة، فهنيئا لهم جميعا. المتفوقين اللي فيهم 80، ولكن هي فرصة باش نهنيو جميع الطالبات والطلبة على المسار الجامعي ديالهم، وفرصة كذلك باش نهني جميع الأمهات والآباء اللي سهروا على وليداتهم باش وصلوا لهذه النتيجة هذه. ومن بين هاد المتفوقين كاينين طالبات وطلبة متفوقين ديالنا، وهو الرأس مال البشري إن شاء الله اللي نعولوا عليه في السنين المقبلة. شكرا. السلام عليكم، الاسم ديالي سلمى حمو، طالبة بكلية العلوم القانونية والسياسية وحاصلة على شهادة الإجازة في القانون الخاص باللغة الفرنسية. أنا اليوم كنحضر حفل تميز اللي تيحضروه أكثر من 80 طالب متفوق وطالبة متفوقة أيضا، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ عبد اللطيف المراوي، وبحضور كذلك مجموعة من السفراء ومن الأساتذة. أنا تنشكرهم كاملين واحد واحد، الأساتذة اللي وقفوا معنا واللي عاونونا باش أننا نوصلوا لهذا المكان، وتنشكر الوالدين ديالي، تنشكر الناس العاملين بجامعة بنو طفيل جامعة التميز، وتنشكر الناس اللي سهروا معنا وعاونونا ونجحوا هذا الحفل ونجحوا هذا الكم الهائل ديال الناس اللي جاوا عندنا. وشكرا لكم بزاف بزاف.